إذن بسم الله الرحمن الرحيم. كما كيعلم الجميع أننا اليوم كنخلدوا واحد الذكرى اللي هي كبيرة، وهي اليوم الوطني السلام مطروق 18 فبراير. اليوم كنتواجدوا بهذه المؤسسة تحت إشراف السيد عامل إقليم خميسات، مشكورة من الترسيخ واحد الثقافة ديال استعمال الطريق بالعقل والقانون. وكلنا رجل كنا مسؤولون داخل الفضاء الطرقي باعتباره فضاء عمومي مشترك، لازم علينا اننا ناخذوا الحيطه والحذر داخل الفضاء الطرقي. وهنا ما مكناش جميع مكونات المجتمع المدني باش يقوموا بحملات تحسيسيه وتوعويه لفائده السائقين من اجل التحسيس و و و و ورد اعتبار للفضاء الطرقي، لان اصبح اليوم كاينش واحد الحاله ديال الفوضى، ولكن كنلقاو دائما الامن الوطني مجندين والمجتمع المدني مجندين.